أعزائنا المشاهدين، أهلا وسهلا بكم من جديد في برنامجكم برنامج عسلامة، اللي كما عودناكم نتناول فيه مواضيع روحية، مواضيع تعليمية تعكس حياتنا وسلوكنا اليومي كمسيحيين. اليوم معنا أخوتنا الأفاضل. عماد أهلا وسهلا بك، بسمة أهلا وسهلا. قبل ما نبدأ حصتنا دي نحب نتوجه بالشكر لكل اللي شاهدوا فينا، لكل اللي قاعدين يراسلوا فينا عبر الإيميل أو عبر التليفونات. ديما نقول احنا موجودين لإثراء هذا البرنامج باستفساراتكم أو باقتراحات منكم. اليوم باش يكون موضوع حلقتنا حول السير في النور، ما المقصود به؟ من أنا كمؤمن مسيحي؟ لو تفضلتوا تفسرونا. السيد المسيح في بداية خدمته على الأرض قال اللي هو اسمه نور. نعم. أنا نور العالم. ووقت المشاهد يسمع اللي نحن باش نكلموه على السير في النور، ما له في ظلمة معناها. لا، ما نقصد به نور هو نور المسيح. أمين. فما نور واحد آخر، فما نور متاع ستاج، فما ضوء متاع لمبوبة، فما ضوء متاع حاجات أخرين. نعم. الشمعة، فما ضوء متاع حاجات تجلب للعالم، لكن الضوء النور الذي نتحدث عنه هو نور المسيح. نعم. مقابل ظلمة إبليس. السير في النور هو مرتبط بموضوع أساسي آخر اللي تكلمنا عليه قبل، الولادة الثانية والولادة الجديدة. نعم. عندما يقبل الإنسان الإيمان المسيحي اللي هو مبني على مبدئين أساسيين، الإيمان بموت يسوع المسيح. نعم. وقيامته. الإيمان بتجسد الله في يسوع المسيح وتقديمه لهذه الهدية للخلاص لكل من يؤمن. نعم. فيصبح مولود جديد، وبالتالي يحب يمشي في ثنية جديدة، يحب يعيش حياته المسيحية. كيفاش السؤال؟ نعم، بس ما تحب تتعقب. وهو نعم. يحكي على الولادة الجديدة، فما رجل دين يهودي جاء للسيد المسيح في الليل وسأله، قال له كيفاش نتولد من جديد؟ هو يحكي معه، قال له لازم تتولد من جديد. قال له هل يعقل أنه في عمري هذي أنا كبير مش ندخل كرشمي نتولد من جديد؟ نعم. قال له السيد المسيح أن المولودين من الروح هما المولودين، هي الولادة الجديدة. إيش معناها هذية الولادة من الروح؟ إنه مش من تبشي تهبط من كرشمك مرة أخرى، لا، معناها إنك أنت بتقبل يسوع في حياتك. وقت تقبل يسوع في حياتك، الكتاب يقول أن كل الأشياء العتيقة قد مضت وهل كله أصبح جديدا. مش معناها هذه معنى مادي، ديما يلزمنا نفكروا فيها روحي، لأنه الله روح والذين يعبدون الله يعبدون بالروح وبالحق. معناها أنه الكاركتير متاعك، أسلوب حياتك. نعم. تفكيرك، مبادئك، كلها بتتغير وبتمشي على ضوء نور هذا المسيح. هذا يثير مشكلة بالنسبة بسمة أي مؤمن جديد وقت يسمع الكلام هذا يقول مالا اليوم قبلت المسيح في حياتي ولدت مسيحي، كل شيء بش يتبدل في لحظة. نعم. مش صحيح، مش يعني فما حاجة اسمها بروسيسوس، يعني دورة يلزم. نعم. الواحد يمشي خطوات ربما، كما الطفل. نعم. الصغير، كما الطفل يتولد جديد من كرشمه لازم يكبر ويلزم يطلع اسنانه وشعره وكل شيء يكبر. وأعضاء جسمه ويعمل ادابتاسيون من الحليب. النمو. ولا طيب. نفس الشيء. نعم. المولود من الروح. نعم. ياخذ وقت. طيب. في الأول مازال يتعلم مبادئ جديدة ويبدا يكبر. واختباره مع الله يزداد بيوم يوم بيوم. خلينا بعد إذنكم نزيد نبسطوا للسادة المشاهدين عمليا كيف المؤمن يعيش هذه الولادة الجديدة، شنو مطلوب منه أو شنو هو المبادرة اللي تقع منه باش يطبق هالشي هذا. الولادة الجديدة عبرنا عنها هي قبول الإيمان بيسوع المسيح كرب ومخلص في حياتك. أمين. نعم. المسيح هو الله الذي أحبنا تجسد مات على الصليب. نعم. وقام في اليوم الثالث. الله هو الآب والابن والروح القدس، إله واحد. أمين. وقت الإنسان يقبل إيمان المسيحي سيتسمى مولود جديد. كيفاش يكبر؟ يكبر من خلال معرفة الله. معرفة الله تتم من خلال كلمة الله. إذا كان واحد يقرأ كما يقرأ شيء لازم يسمع كلمة الله. نعم. إذا كان يحب يزيد يكبر في خلال علاقته مع ناس مسيحيين أخرين يعرفوا الكلمة، أو من خلال مشاهدة برامج كيف البرنامج متاعنا. يثار موضوع ثاني وقت الإنسان يصبح مؤمن جديد، يحب يعرف شنو ينجم يعمل وشنو ما ينجمش يعمل، شنو هو الحلال شنو الحرام، شنو الممنوع شنو المش ممنوع. فمن ناس اخرين يقولوا ما يوافق وما لا يوافق. طيب هنا نحب ربما ندخلوا في خطوة ثانية، كيف يتأكد المؤمن أنه أصبح عنده هالولادة جديدة
في إيمانه هذا الجديد؟ في رسالة يوحنا رسول الأولى والإصحاح الأول والآيات من 5-10 يقول، أنا باش نقرأ يعني موجز منها، يقول: وهذه البشرة التي سمعناها منه ونحملها إليكم لأن الله نور لا ظلام فيه. هذه مش حتى حد باش يعترض عليها. فإذا قلنا أننا نشاركه ونحن نسلك في الظلام كنا كاذبين وانا نعمل الحق. من اللي هو يمشي مع الله لازم يمشي كما انه هو نور، لازم هو يعيش في النور ايضا. اما اذا سرنا في النور كما هو في النور، شارك بعضنا بعضا، ودم ابنه يسوع يطهرنا من كل خطيه. معناه فما شرط اساسي هو دم يسوع اللي تسفك على الصليب، هذاك هو ثمن خطايانا، ثمن الظلمه اللي احنا نعيشوا فيها تدفع باش اعطانا النور متاع الله. نعم. في حديثك انه دم المسيح يطهر، تفجع شكون اول مره ما سمعش. عندي صاحبي في تونس يوسف مره قال لي: عماد، الدم في البلايس كل مسخ كان عندكم انتم المسيحيين ينظف. الدم عندما خلق الله ادم وحواء، ادم سماه من الأديم معناها من الأرض، وآدم أيضا نفس الفعل الاسم في اللغة العبرية معناها دم، دم آدم أديم، من مربوطة مع بعضها أرض ودم خلقة إنسان. دم يسوع المسيح الذي سفك على الصليب. نعم. بالموت، مات الموت بموت المسيح. قام الإنسان الجديد بقيامة يسوع المسيح. السلوك في النور هو باتباع وصايا الله. وصايا الله تلخصت في ما يسمى بالعهد القديم، في شريعة النبي موسى، في الوصايا العشر، وفي أكثر من الوصايا العشر، لكن الوصايا العشر تلخص قانون الله المطلق للسير في النور. نعم. واللي يمكن نلخصها ذكرناها في حلقة سابقة لكن هم نعودها: لا يكون آلهة أخرى، الإنسان يعبد إله واحد، المؤمن المسيحي يعبد إله واحد، لا تنحت له تمثالا، لا تنطق باسم رب إلهك باطلا، اذكر يوم السبت، أكرم أباك وأمك، لا تقتل، لا تزنى، لا تسرق، لا تشهد زورا، ولا تشتهي. عشر وصايا، لكن المسيح تممها بوصية هي الأعظم. نعم. أخي عماد، أنت تناولت في حديثك عدة عناوين، مش نحب نذكر السادة المشاهدين أنه اللي ذكروا عماد ما يسمى مثلا بالعهد القديم والوصايا العشر كنا تعرضنا له في حلقات سابقة، بإمكانكم الاطلاع عليها عبر الموقع السيت ويب متاعنا، ترجعوا للأرشيف الحلقات ممكن تطلعوا. نعم، أمة في المسيح اللي بش يظهر زاد على الشاشة عندكم، بإمكانكم تدخلوا وتطلعوا على الحلقات هذه السابقة. نواصلوا في محور حلقتنا اليوم، السير في النور. هنا المؤمن يعني قدامه حاجة مهمة جدا، هو أمامه تحديات. اللي سمعنا كي يقول كأنه المؤمن عند الولادة الجديدة ما يقعش في الخطأ، لا، كيف الرسول يوحنا يقول: إذا قلنا أننا بلا خطيئة خدعنا أنفسنا وما كان الحق فينا. أولا لازم تعرف أنك أنت إنسان خاطئ، يعني أنت ماكش إنسان كامل، ماكش الله. في كل يوم فما تجارب ذنوب، فما تجارب خدامك، فما برشا حاجات في العالم موجودة، وأنت محتاج أنك كما قلنا في الوصايا العشر وفي الأخلاق اللي يعرفوها الناس، يقولوا أنه يسوع عمل ثورة أخلاقية صحيح، وهذا باش نتعكدوا له في المستقبل باش نحكيوا شنو هي الأخلاق المسيحية. أنه المسيحي مطالب انه باش يعمل اختيارات، والاختيارات هذه لازم تمشي بتوافق مع إرادة الله في حياته. نعم. يعني كل ما هو مكتوب في الكتاب على ضوء هذاك يفحص تصرفاته، يفحص اعماله، يفحص قوله. يعني امثله عمليه على السير في النور، هذا اش حبيت انا. كلمه الله تقول: الجسد يشتهي ضد الروح، والروح تشتهي ضد الجسد، اثنان يقاوم احدهما الاخر. الجسد يميل بطبيعته الخاطئة أنه لأعمال الشر. شنية أعمال الشر؟ قرينا عليها أيضا في رسالة إلى مؤمني غلاطية، تقول: الأعمال الشر هي التي هي زنا، عهارة، نجاسة، دعارة، عبادة الأوثان. والهنا ساعات واحد يقول لهم فماش أوثان، يعني الأوثان الأصنام مشار إليها بكثير، المال صنم صحيح، سحر، عداوة، خصام، واحد معارك في الحومة ولا في كل بلاصة دي معارك، يصبح يعارك، خصام، تحزب، شقاق، بدعة، حسد، قتل، سكر، بطر، وأمثال هذه التي
ويعدده. نعم. إذن الأعمال هذه كل تشير إلى الإنسان العتيق. نعم. الظلمة التي نتحدث عليها. النور هي ضد السلوك هذا. سيد المسيح تكلم في الموعظة على الجبل بكلمات يعتبرها البعض شريعة مستحيلة. نعم. أحبوا أعداءكم، باركوا لاعنيكم، صلوا لأجل مبغضيكم، إذا ضربك أحد على خدك الأيمن أدر له الأيسر، إذا طلب منك ثوبا فأعطه الثوب الآخر، إذا طلب منك أن تسير معه كيلومتر سر معه زوز كيلومتر إلى آخره إلى آخره. شريعة المسيح هي التي نعبر عنها بأن السير في النور، لكنها ترتبط بشرط أساسي اللي هو التوبة والاعتراف. طيب هنا ثم مسألة مهمة جدا تستوقفنا من خلال الحديث اللي تفضلت به، المؤمن يخطئ، كيفاش باش نتعاملوا معها احنا في الحاله دي؟ حبيت نرجع يعني لكلامك وقت اللي قلت انه المؤمن ما يخطئش. لا مش صحيح. احنا قلنا ماناش كاملين، لكن بنعمه الله احنا كاملين. نعمه الله تسترنا. في الكتاب يقول انك اذا كنت تقول نمشي في النور وانت تكره اخوك فانت في الظلام. يعني هذا عملي، ما نتصورش انه فما اشخاص مثلا يتعاركوا حد اخر يقول لك ما نجيش نسامح وما نجيش نسامح خليني تو متغش ما نجيش نسامح. ما تنجمش تقول اي ما تنجمش تقول لنا مسيحي وعندي يسوع في حياتي وانت ماكش قادر انك تسامح. نعم. صعيبة، مسألة صعيبة، لكن بالضبط نحب ناكدوا انه التسامح هو شرط اساسي في الايمان المسيحي. لك علاش وقت نتكلم على الصحافه المسيحيين عندهم برنامج هدام يخوف ولا ما يخوفوش؟ لانهم جايبين برنامج مبني على التسامح، على المغفره. هل انه المسيحيين كل يعيشوا الحياه هذه؟ فما فرق ما بين المسيحيين اللي نعتبرهم نحن مسيحيين، مش كل من يلبس سروال هو راجل، كيف مش كل من يهز صليب هو مسيحي. بالضبط. المسيحي هو المولود أيضا ثانية، ما ثمش واحد مسيحي يولد مسيحي. نعم. هو الإنسان اللي يختار، لكن أيضا هؤلاء الناس اللي اختاروا هم معارضين للسقوط. ليش؟ لأنه فما ثلاث أشياء تجعل كل إنسان المؤمن. نعم. الذي يسير في النور أيضا يسقط. أولا الشيطان يسقط. معناها يرجع الحاجة خابة، يعمل حاجة خابة. كيف يتكلم بالخايب في خوه، النميمة أو الإدانة يكذب. فما ناس مغضى بالكذب، فما ناس حتى كي يولي مسيحي مازال متعلم حياته كل يكذب على كل شيء، يكذب أكثر من يتنفس، ما عادش نجم يوقف العملية. كي يجي للإيمان المسيحي روح الله مش يبدأ يعمل فيه، يا رياض نحي الكذب، يا عماد نحي الكذب، باهي تم كذبة بيضة، لا رغم تمشي لكذبة بيضة كذبة زي بلاش ألوان. الله من خلال كلمة الله يؤدب الإنسان من خلال الضمير. نعم. المتجدد. ثلاثة حاجات قلتهم يحاربوا الإنسان. إبليس، عدو الخير اللي هو يحب كل واحد فينا يسقط. الحاجة الثانية اللي هي العين، شهوة الجسد. نعم. تعظم المعيشة. نحب تكون عندي أمور مادية أكثر، نحسد غير، يا فلان عاونوا، فلان عمل كذا، فلان جح، فلان شرى كهرباء، فلان خذا بسكليت، يا ودي خذيت صباط، فمش كون يحسدك. هو مش عيب ان الواحد يكون طموح ويحاول انه يحسن. هو بالعكس الله يحبنا يحبنا ان نحسن امورنا. لكن كما قال عماد انك تحسد، يعني مش ماكش قاعد تحسن في امورك بخير من مجهودك. لا قاعد وماكش تعمل في حد شيء، وشوف هذاك اش عنده، شوف هذاك ما عندوش، شوف هذيك، شوف هذاك. والامر الثالث نحب ناكد عليه بس سامحني، هي العالم. اذا ثم ثلاث اشياء تجعل المؤمن يسقط. ابليس، شهوه الجسد، والعالم. أي. العالم شنقصد به بالضبط؟ العالم هو الأشياء المحيطة بنا. نعم. شهوة العالم. نعم. اللبس الباهي، الدار الباهي، الأمور المادية. نعم. إلى آخره، غير ذلك الشهوة. دونك الجواب لهنا على أنه وقت الواحد يخطأ شنو يصير في حياته. الكتاب يقول وإن خطئ أحد منا فلنا يسوع المسيح البار شفيع عند الآب، فهو كفارة لخطايانا، لا لخطايانا وحدها بل لخطايا العالم كله. عنا يسوع يشفع فينا. نعم. وعنا الروح القدس اللي ساعدنا أن احنا نجاوز خطايانا. نعم. أن احنا كل مرة نجيو نعترف بها ونطلب من الله أنه يساعدنا على نجوزوها. نعم. نتفقحنا أعتقد بعد ما تناولنا خطوة في موضوعنا اليوم حول السير في النور، أن حياة القداسة مش مستبعدة، يكفي أن الإنسان يفتح قلبه بصدق لله والله يعمل ويخدم من خلاله. نأخذ وقت مع السادة المشاهدين، وقت مستقطع، ثم نعود بعد قليل. الرب يكون معكم. عزيزي المشاهد، إذا حبيت تعرف أكثر عن قصة الله مع الإنسان يسعدنا أن نهديه لك كتاب الحياة مجاناً
راسلنا على العنوان اللي بتشوفه على الشاشة. أعزائنا المشاهدين، أهلا وسهلا بكم من جديد لنتابع موضوع حلقتنا اليوم حول السير في النور مع ضيوفنا اللي تفضلنا وقدمناهم لكم في بداية الحلقة هذه، أخونا عماد وبسمة. نواصل في الموضوع اللي حكينا فيه ونجدوا بالتذكير به، السير في حياة النور. هنا نحب نسأل سؤال: كيف يسلك المؤمن في النور؟ كل الديانات في العالم نعم. تؤكد على أنها تدعو إلى السلوك في النور. السيد المسيح علمنا على اختلاف كل الديانات اللي سبقته واللي في وقته واللي بعده، اللي فما الثمار تبين ايش معناها النور. نعم. اول حاجه فما شريعه الله اللي تحدثنا عليها، الوصايا العشر، وفما اكثر من شريعه الله اللي هي المحبه. ايش معنى شريعه الله؟ معنى تحب الناس الكل. يا هو انا كنزنا مع مرأة معنى نحبها؟ لا، مش هذيك مش محبه. محبه المسيح هي ان تحب اعدائك، ان تحب الله اولا وتحب أعدائك وتحب الخير للناس. أعطانا السيد المسيح مقياس حرارة، مقياس ما، هل أنه عندنا محبة ولا لا، وهل أنه عندنا ثمار الروح. بس ما تنجم تقرأ لنا حاجة. أنا وأنت تحكي أنا ذكرت القول لأحد رجالة الله، قال أحب الله وأفعل ما شئت. وأكيد اللي يحب الله ما نجمش يعمل الحاجات، شكرا عماد، الحاجات الخايبة. نعم. السيد المسيح له كل المجد والإجلال، قال أعطاه مثل، قال أنا الكرمة. نعم. وأنتم أغصان اللي موجودين في الكرمة هذيك، في الشجرة دي. في وهذا موجودة في يوحنا 15، يقول أنا الكرمة الحقيقية وأبي الكرام. نعم. كل غصن مني لا يحمل ثمرا يقطعه، وكل ما يثمر ينقيه ليكثر ثمره. نعم. هنا المسيح هو الكرمة، هو الشجرة. وشكون الكرام؟ شكون اللي لاهي بالشجرة هذيك؟ نعم. الله. ونحن شنو؟ نحن أغصان في الشجرة هذيك. والله بما أنه الكرم هو مهتم بنمو الأغصان هذيك، أنه يسقيها، أنها تثمر، أنها تكون خضرة وديما ديما ديما شكلها نظر. الكرام مش يعمل وقت اللي يجي شجرة ويلقى فيها غصن يابس يقصه. هذيك هي هذيك هي احنا نفس الشيء. المسيحي اللي عايش مع يسوع، لكن هو مش مع يسوع، مش ثابت في يسوع، مش ثابت في الشجرة، ما فماش ثمار في حياته. فبالتالي ايش يعمل؟ يقع قطعه. لكن الشخص اللي يثبت في يسوع وفي تعاليم يسوع، يتشبع من كلمة يسوع، يمشي معه، يختبره كل يوم، هو يجيب ثمار. نعم. والثمار هذه مذكورة في الكتاب، وممكن كان عماد يقرأ هنا ذي حين. أما ثمر الروح فهو محبة، فرح، سلام، طول أنات، لطف، صلاح، إيمان، وداعة، تعفف. باش نرجع النقطة أساسية في الثمار هذه. نعم. اللي هي المحبة والفرح والسلام والصبر واللطف والصلاح والإيمان والتعفف. وكلها تنتج عن ثمار التوبة، أنك تنقطع عن فعل الشر. واثنين، أنك تدير وجهك لله، وعمل الروح القدس فيك من خلال كلمة الله ومن خلال الشركة مع بقية المؤمنين، يخلي الشجرة متاع الإيمان المسيحي هذا يتكبر ويشع النور فيك. مثلا المحبة، تقول أني نحب الناس، أما تحب الله، عفوا، تقول أنك تحب الله، وهذه آيات من الإنجيل، أما أنت تكره ناس معينين ما تمشيش، ما تنجمش. شيء تنجمش تكون أنت تحب الله وأنت عنصر ضد خليقة خلقت على شبه الله. ما تنجمش أنت تقول لي أنت تحب الله وأنت تتبع الإيمان والنور المسيحي، أما أنت فلان والله ما نحملوش، نكره، ما تنجمش تكره. فلان كان نلقى نغفصه، أما أنا غير سمحته كان يبعد علي خير، ما يجيش. في كلمة الله تعلمنا أن تسامح وتنسى. نعم. مش معناها كما عندنا الكلمة بتونسي ما ننسهلكش، ذيك ديما ما تفكرها، لا، الله يريدنا ديما ننساو. نعم. يريدنا أن ننسى الشر. هو أساسا الغفران أنك تنسى. الغفران هو بالإنجليزية يقول لك forget, forgive and forget، يعني مرتبطين ببعضهم. غفران ونسيان ببعضهم. ما نجمش نغفر لك أما زدت نذكر لك هذاك. والكتاب يقول أنه ما تنجمش تحب الله اللي ما تشوفوش، لأنه الله روح ولا واحد يشوفه، وتكره أخوك
ولا أختك اللي أنت تشوفيه وتقابل فيه كل يوم اللي عنده محبة الله تشع فيه. هذاك علاش المسيح قال سيد المسيح قال أنا الكرمة وأنتم الأغصان، من ثبت فيه وأنا فيه يثمر كثيرا أما بدوني فلا تقدرون على شيء. يعني بدون المسيح ماكش قادر أنك تحب، ماكش قادر أنك تغفر، صعيب ياسر. نعم. أنا هنا نحب زادة ربما نبسط كلامنا شوي على السادة المشاهدين في نوضحوا إذا حبينا نوضحوا زادة الكلمة بدقة فيما يتعلق بقلنا السلوك. إذن إحنا ككنيسة كيفاش نتعاملوا مع الوضع هذا على مستوى التعليم ككنيسة؟ نعم. نتعلموا نحاولوا ديما نعم. أنه وقت يجي واحد مؤمن جديد ولا نتعرفوا عليها مش حتى في الكنيسة حتى خارج الكنيسة وقت واحد نلتقي به ويقول يا مدى حبيت نتبع المسيحية ما نعرفش نعم نلبس صليب، لا نقولوا نحي صليب سوا. المسألة مش بلبسان صليب، المسألة أنك تحمل الصليب على ظهرك، أنك تعيش حياة مسيحية، أنك تحب الله من كل قلبك من كل قوتك من كل قدرتك، أنك تتعمق في معرفة الله. نعم. معرفة الله كيفاش أنك تقرأ عليه، إذا كان تقرأش تنجم تسمع تنجم تتابع دروس، فما دروس التلمذة اللي نتكلمنا عليها اللي نعم. الإنسان يقرأ عن الناس يعرفوا كلمة الله يتعلم بالضبط تعليم كلمة الله. مثلا حول الصلاة، الصلاة أنك تصلي تستطيع تصلي في كل مكان وكل وقت أنك تصوم تنقطع عن كل شهوة كل حاجة تشدك للعالم، لأنه مكتوب ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان. أنك تتعلم أنك تحب بدون حد، أنك تتعلم أنك تسامح في كل وقت، أنك تتعلم أن لا تنتقم لنفسك، تعطي الانتقام لله الذي هو ينتقم. أنك تولي تحب الناس وتحب تعاون الناس وتحب تساعد الناس. هذاك علاش احيانا المسيحيه تتهم انه التبشير هذوما يعطيوا فلوس ويحبوا يغيروا الناس. سيدي هما يعطيوا ولا يعاونوا الناس ولا يعاونوا الفقراء ولا يسافروا للاحياء الفقيره في الهند في افريقيا في الصومال في المجاعات. تعرف لماذا؟ لانها وصيه من السيد المسيح نفسه، مش لانه يحب يبدلوا الناس واليوم وعندهم استراتيجيه، لا، لانه هذا هو جوهر التعليم المسيحي. سماها الرسول بولس الجهاد الحسن. صحيح نعم. يعني كما قال عماد انك سلوك في النور ولا انك تسلك بحسب وصايا المسيح هو انك تعيش كما يجب، لانه وقت انت كنت خاطي المسيح مات من اجلك وانت بعد خاطي. وقت انت قبلت المسيح في حياتك مهما تكون خطاياك انت تعرف، يعني انت تعرف كل واحد يعرف نفسه قدام الله يشوف قداش ربي يغفر له. فكما انت انا واحد من الناس كما رب وكنا كما رب يغفر لك. الكتاب يقول ان في قصه امراه المسيح قال انه قالها غفرت لك خطاياك، فقالوا له هذيك امراه زانيه ويعني كيفاش؟ قالها لانهم احبت كثيرا فغفر لها كثيرا. يعني المحبه نتاعها جات لانه خطاياها هي واعيه بخطاياها انها خطاياها كبيره ما حتى حد من الجم يغفرها. نعم. لانه الله غفر لها احبته كثيرا. واللي عنده محبه يا رياض من الجمش يكون عنده كره. المسيح صحيح. يقول احبوا بعضكم بعضا مثل ما احببتكم انا. نعم. ما من حب اعظم من هذا ان يضحي الانسان بنفسه في سبيل احبائه. نعم. يعني علاش تنزل سامحني بس مخصص انك فما خطا هو وقع في التاريخ، يعني خطا قامت به الكنيسه مش خطا انه الناس يأولوا ولا محاله التاويل الواحد كيحب يسكر حاجه. نعم. يسكر. نعم. مثلا الكنيسه في القرون الوسطى قامت بما يسمى بالحروب الصليبيه او الحروب الصليبيه، اما قاموا بها الناس في الغرب هل هم مسيحيين؟ بالاسم نعم، بالفعل لا. كيفاش نعرف؟ من ثمارهم تعرفون. المسيح لم يدعو الى الحرب، ما جاش باش يعطي رساله حرب، جا باش يعطي رساله سلام. صحيح. الناس هذوما عملوا حرب، اذا فهم ضد رساله المسيح، اذا فهم ارتكبوا امر ضد الايمان المسيحي. كي يبعد الانسان موضوع اخر كيفاش يرجع؟ السيد المسيح أعطانا قصة حلوة ياسر، هي الابن الضال اللي فما أبوه عنده زوز أولاد الكبير والصغير وهو لبس عليه وعايشين في قرية لبس عليهم. الصغير كبرت في راسه حب يستقل، جالبوه قالوا نحب نورثك، يودي عيب تورثني وعيني حية كما يقولوا بالتونسي، قالوا لا نحب نورثك ونزل فلوس ونمشي نعيش حياتي بعيد عليكم خويا، انتم ماكمش عاطيني استقلالي. إلخ خذا فلوس ومشى للمدينة، هبط عجبته الدنيا عجبته روحه، فسد فلوسه وفت فلوسه، ضربوا الجوع ضربته الحيوط، قالش باش نعمل، كان باش نرجع البابا باش يضحكوا عليا وباش يمكن يرفضوني، ما لا نمشي نحاول نخدم خدمة يعني
كما سقط المتاع، خدمة فيها برشا حشاكم وحش اللي يسمع وسخ وطاحت قيمته برشا. لين نهار تعب وجاع قال ملكا نرجع زعم البابا سيدي نمشي نطلب اني نخدمهم خديم في الدار، ما نعمل حد شيء، ما نطلب حد شيء، فقط ناكل. كي مشى هو خايف وحاشم، اما وقت اللي هو روح لدار باباه، باباه فرح ياسر وبالعكس عملوا فرحة كبيرة وغناء، وولدهم اللي غاب رجع، ومش غاب الجاب غاب هاو جا فرحنا به. بالضبط الحكاية هذه، الحكاية سيد المسيحية تعبر عن عودة أي ابن ضال اللي هو نعم أنت نعم. وأنا واللي يسمع فينا أن نعود إلى الله، عودوا إلي فأعود إليكم، الله يقول اقتربوا مني فأقتربوا منكم. نعم. هي دي دعوة تفضلت بها كما يسمع فينا السادة المشاهدين، أن الإنسان أحيانا يزوغ يبعد، لكن ثم حد شيء مستحيل عند الله إذا كنا احنا عنا فعلا الإرادة دي والبذرة الطيبة، الله ما يترككش. اكزاكتلي حبيت نقول استحضرنا الآية وقت اللي عماد يحكي. الآية تقول إن اعترفتم لله بخطاياكم فهو أمين وعادل يغفر لكم خطاياكم ويطهركم من كل إثم. يعني شوف قوة الكلمة هذه، إذا نعترفوا فما شرط، إذا نجي ونعترف أنا غلطت أنا عندي المسيح إيه، وفما تجارب نقع في تجارب، أما نجي قدام ربي ونركع ونقول له بالحق سامحني، بدموع نبكي ونقول له سامحني على الغلطة هذيك، هو يعرف. الحاجة البيه في العلاقة مع الله أني مش محتاج أني نحضر له كلام منمق، نجم نقول لأنه هو اللي جاء يعرف حديث اللي أنا مش نقوله له. أما نطلب وقت الغفران، هو عندي وعد صادق وأمين أمين. أنه يغفر لي خطاياي في اللحظة اللي نعترف بها. صحيح. وفي بالي ما فماش أحسن من هذاك. أمين. تحب تحقق على حاجة أخيرا، يعني نحب نقول أنه السير في النور معناه قبول السيد المسيح كمخلص، مواصلة الاعتراف أمام الله وأمام الناس، الصلاة، الصوم إذا كان في أوقات معينة تختارها أنت بحرية تامة، معرفة كلمة الله، التعمق في معرفة كلام الله، لأن الكتاب المقدس والإنجيل غني جدا جدا جدا. هذا الكتاب متاح، واللي ما عندوش كما قلت نجم نرسل له نسخة، وإلا يتصل بالبرنامج ولا بالإنترنت موجود. واحد. اثنين، الشركة مع آخرين، يعني أنه يلتقي مع الناس مسيحيين أخرين ويتعلم معهم. السير في النور مقياسه كلمة الله. أمين. نعم. في ختمة حصتنا دي نحب نختمه بكلمة صلاة، لو يكون عندنا حضور بالشركة في الصلاة. إلهنا الحي، إلهنا المبارك، إلهنا القدوس، يا رب أنت وضعت أمامنا يا رب طرق عديدة حتى نتدرب على شكلك وعلى شاكلتك وعلى شبهك. يا رب أنت عكست فينا نورك يا رب. آمين. دربنا على حياة القداسة هذا. آمين. يا رب ما ثمحت شيء صعيب، فقط يا رب ليكون لنا هذا القلب المفتوح وهذه الأرضية يا رب، البذرة الطيبة اللي زرعتها فينا يا رب. يا رب نضع أمامك حديثنا هذا اليوم اللي شاركنا فيه مع بعضنا، مع أخوتنا، مع السادة المشاهدين يا رب. نعم. أنك تلمس يا رب قلوب قد يبدو لها أنها بعيدة عنك أو منكسرة يا رب، الطريق يا رب ينتهي بالتوبة وتبدأ حياة جديدة بولادة جديدة إذا فقط احنا يا رب بادرنا. أشكرك يا رب من أجل أمانتك معنا ومن أجل محبتك يا رب. آمين. آمين. أعزائنا المشاهدين، في ختمة حلقتنا هذه نشكركم على الاستماع لنا، نشكركم على الوقت الطيب اللي قضيناه معكم. احنا نقول ونجد موجودين لإثارة مواضيع تبنيكم كما زاد بالمقابل تنميكم في حياتكم المسيحية. نذكر بالعناوين بتشوفوها على الشاشة ونقول لكم في ختمة الحصة هذه شكرا عماد وبسمة، شكرا لكم أعزائنا المشاهدين، والرب يكون معكم. إلى اللقاء. سلام. سلام.